ثم يا اخواننا الزكاة اوساخ الناس، اوساخ الناس. لماذا؟ لانه هو يطهر المال، يطهر المال لابد يخرج شيء، فهذه اوساخ الناس. وما تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وما فتح عبد باب مسألة، نسأل الله السلامة والعافية، إلا فتح الله عليه باب فقر لا يغلق.